شاء الله تبارك الله. عاد الديرة اللي والله تفتح الناس، واللي الواحد يقول انا عطشان وانا مدري كيف ورمضان واللهم اني صايم والله مالي. عندما يعني ما ادري ايش اقول يا جماعة الخير، والله العظيم شوف اللي فيها الاماكن هذه تخيل حول الساعة 11 صباحا وانا خارج من بيتي. هاي مرة الخير انا في بطولة ودي الان طبعا في مكان أقول الله يستر، لأنه الغيوم خلاص بدأت تجتمع زي ما قالوا، والأودية هذه مرعبة مرعبة جدا. هذه أول مرة أنا أجيها، والله أول مرة أجيها. كمان عندي كفر السيارة، أنا السيارة عندي كفر، ما أدري إيش أقول لك يا جماعة الخير، والله قد غيرت يمكن حول كفرتين ولا قريب من الأرض، فيضرب الحجر من الجانب وعلى طول يجيك يفقع الكفر. هنا نشوف العالم والهدوء، وباقي الله أعلم مدري كيف أصل، وعلى أساس فطوري وأضبط وضعي وأدري كيف يا جماعة الخير. المهم العالم هنا، الدولة هنا موصلة الكهرباء، إذا المواطن في مكان شيء ما شاء الله تبارك الله. والله يا جماعة الخير هالأودية هذه ما أدري كيف. طبعا هنا أنا أشوف الصخور هنا اللي إحنا نشوف، هذيك الصخور جميلة جدا، يعني الصخر الواحد عبارة عن سبورة، تقدر تكتب على الصخر أو تنكش على الصخر بما شئت وأفعل ما شئت. الوادي الوادي هنا نقول الله يستر. تسمعون ضربة تسمعون ضرب الحجارة في السيارة كذا في الكفر، خلاص قبل أسبوعين أو ثلاثة مغير عكوس، مغير بقعة، مغير خواتم، مغير. أنا لازم أشتري لي شاص، لازم أشوف لي شاص، لازم أشوف لي شاص، لأنه بيني وبينكم السيارات هذه ما تتحمل، والله ما تتحمل. وأنا رجالا ما جلست، والله ما في أمل أجلس، ما أصحب نفسي إلا أنا في شعب ولا في وادي ولا. طيب يا الله عافك يا الله. لا تهامة يا تهامة.